السبب الثاني او بالكلاج يعود لعده امور. اولها اسعار المواد اللي هي من مناشئ عالميه اليوم اللي يستخدمها طبيب الاسنان العراقي بالاضافه للحجج والتقنيات المستخدمه اليوم طبيب الاسنان العراقي متميز ويشتغل بطريقه احترافيه ومتخصص علميه ويستخدم احدث التقنيات في طب الاسنان. احدث التقنيات هذه تتطلب مبالغ تصل بعض الاجهزه عشرات الاف الدولارات حتى يقدر يقدم خدمه احترافيه وبقصص كليه. أنا وياك بهذا الكلام 100%. أريد بس أسأل، أكو تسعيرة عند النقابة موجودة لو ما موجودة؟ لا، إحنا فقط راح نسعر الأسعار الدنيا حتى نحافظ على الواقع المهني. لكن الأرخص ما ممكن نسعرها بسبب التفاوت في أسعار الحصوات. على سبيل المثال، كان في بعض الحصوات أضعاف السعر. أيضا التفاوت في أسعار جراحات الأسنان أضعاف الأسعار تلك. بالإضافة اليوم أنت تستخدم اليوم في حشوة الجدار تقنية المايك حتى في حسب المايكروسكوب. طيب. أيضا سعر بعشرات آلاف الدولارات أو تستخدم الأشعة ثلاثية الأبعاد سعرها يصل إلى 70,000 دولار وهكذا التقنيات.